الشراكه اللي توقعت اليوم غتشمل مجموعه ديال الميادين اللي كتعلق بالنقل عموما، بتحسين الخدمات، بالمواكبه ديال الشركات ديال فوغال. فهاد المناسبه لابد من نحيي السيد مدير الشركه والطاقم ديالو، لانه من نهار حلوا عندنا في القنيطره وحنا عندنا تواصل مستدام وانفتاح مستدام ومواكبه. جاو عندنا ومشينا لعندهم، غادي يعاونونا في الاستاج، غياخذوا لنا الناس في الاستاج، غادي نعاونوهم كذلك في الانسيرسيون. خداو على العاتق ديالهم ما كيخص توظيف الطلبه في بعض الاختصاصات غيكون عندهم، طلعونا على المشاكل ديالهم وريناهم شنو هي نقاط القوه اللي عندنا، وغادي نخدموا مجموعين باش تكون هناك عطاء وخدمات احسن جوده واحسن مرونه بالنسبه للتدبير ديال الشركه والاجابه على التحديات اللي عندهم، سواء فيما يخص التقنيات او التكنولوجيا عموما، او فيما يخص التكوين ديال الطواقم ديالهم، باش يكون كل ما كيتعلق بهذه الخدمات ديال النقل على صعيد القنيطره يكون مهني اكثر وحرفي اكثر، وتكون ظروف الراحه اكثر ان شاء الله. هذه عاود المبادره بكل صدق لكل ذي حق حقه، هذه عجبتنا احنا بزاف جامعه بن طفيل، لان مبادره ديال الشركه ديال فوغال اللي شرات مجموعه ديال الجوائز للطلبه اللي في الوضعيه ديال الاعاقه، عندهم المركز ديالهم على صعيد الجامعه ديال بن طفيل، عندهم مجموعه ديال التجهيزات اللي كنا اخذناها في اطار مشاريع مع الاتحاد الاوروبي، والالتفاته ديال الشركه ديال تفوغالت في اتجاه الطلبه في وضعيات اعاقه عندها اكثر من دلاله، يعني مواطنه وتشجيع، وكذلك اعتبار لهاد الناس بانهم راكم بحال كل الطلبه وكل المكونات ديال المجتمع المغربي، عندكم طاقه كبيره، خصكم غير المواكبه اكثر وخصكم التفات اكثر، وهذا الشيء اللي تنحاولوا نديروه حنا على صعيد الجامعه. والمبادره ديال الشركه ديال تفوغال جات اضافه لهذا الشيء اللي كتعطيهم المكانه اللي كيستحقوها والتشجيع الضروري باش يكون العطاء ديالهم. حنا كنواكبوهم مع الطلبه في وضعيه الاعاقه، عندهم مواهب كبيره وعندهم طاقه كبيره، والدور ديالهم اساسي في التنميه كذلك ديال المحيط ديالهم. عندهم افلام ديالهم لان عندهم جمعيه ديالهم في اطار الجامعه بن طفيل، وعندهم المركز ديالهم، عندهم المكتب ديالهم، وعندهم الانشطه ديالهم اللي متعدده في ما هو ثقافي وما هو ترفيهي وما هو كذلك اجتماعي. تيقوموا مجموعه ديال الخرجات ديالهم من المناطق ديال المغرب اللي كيكون عندها تضرر او كيكون عندها خصاص، اللي تيرموا فيه مدارس وتيديروا مجموعه ديال الاعمال كبيره. الحمد لله. شوف انا نقول لك واحد الحاجه، الخدام ديال الطوبيس بحال تيقولوا بهذا لو تيرم ديال الطوبيس ديما كان في حياته محقور، فهمتي؟ دونك اهم حاجه هو نرجعوا الكرامه لهذ الفئه ولهاد الشريحه ديال العمال. الناس ديال القنيطره هاد العمال عانوا مساكن سنتين بلا عمل، دونك الحمد لله نرفعوا لهم من المستوى ديالهم، من القيمه ديالهم، ما يبقاش غير داك السيد اللي جالس ما فاهم والو يجي يقرا اللي بغى يقرا. دونك حنا راه الحمد لله رئيس الجامعه فتح الابواب كامله، وفي خلال الايام المقبله غتلقاو سائق تيسالي الخدمه ديالو ويجي للجامعه يدير الدروس. لله انا تنظن بانه مدينه القنيطره كل ما كانت متهمشه وكل ما كانت بحال تنقولوا في الظل من ناحيه النقل الحضري غتولي نموذج يحتذى به على صعيد المغرب. كان اليوم نهار كبير، عقدنا فيه واحد اتفاقيه مع رئاسه الجامعه مع المديريه الجهويه نتاع صندوق الضمان الاجتماعي،
وهادشي كله خدمناه لصالح العمال. بغينا نسهلوا الماموريه للعمال، نسهلوا لهم باش الملفات ديالهم يدوزوا في واحد السلاسه كبيره، باش في لا كلينيك بولي كلينيك سي ان اس اس يديروا واحد الاستقبال خاص. في الجامعه درنا واحد الاتفاقيه اللي فيها بزاف المحاور. المحور الاول هو المرافقه نتاع حافلات فوق المطار في الجامعه في كل ما يمكنه باش يزيد بها القدام ويرجعها في المستوى نتاع المقاولات النقل الحضاري الدوليه. وكذلك داخل فيه حتى التكوين تاع العمال ديالنا، داخل فيها بلا الشركه تولي محل تدريب ستاج جميع الطلبه نتاع الجامعه، واذا كان عندنا خصاص ولا شي حاجه في الموارد البشريه ما كان محسن من الجامعه باش ناخذوا منها. هادو هما المحاور الكبرى نتاع هاد الاتفاقيات بجوج، ونتمنى كلشي هادشي دايرينو باش ندير واحد الحفزه القدام للعمال ديالي والاطر ديالي، وتكون واحد مشاركه مواطنه ما بين مقاوله وما بين الجامعه. اختارينا اليوم واحد ثلاثه الجوائز لثلاثه الطلبه ذو الاحتياجات الخاصه. قلنا الناس بزاف المره كينساوهم، قلنا هذه هي المناسبه باش حافلة فوغات تفكر فيهم، وعطينا ثلاثة الجوائز لثلاثة الناس ذو الاحتياجات الخاصة وفرحانين بهم. غير تشاف الفرحة اللي كانت على وجوههم ما عندها تمن، وتقول لك خصنا نديروا هذيك ماشي كل نهار، كل ساعة خصنا نديروها، دائما دائما خصنا نديروا نفكروا فيهم. صحيح. اليوم تكلمتي على الموظفين اللي عندك، فخور بهم. تكلمتي بواحد الحرقة عليهم، كيفاش فخور بهم؟ لحقاش كلشي الشركة كانت طالعة عليهم، كان يقدر نمشيو هاك ولا هاك. لقيت رجال في المستوى، كي كنقول بالله بقاو يخدموا 24 ساعه حتى بقاو يطيحوا، حتى كل مره نسمعوا واحد في الفراش، هذاك الشيء ماشي زدت فيه. خدموا بواحد القلب، واحد الحراره، واحد النفس اللي الى الشركه عندها دابا عام عندهم واحد الجزء كبير في النجاح ديالها. لو كان ما كانوش مرتاحين ماديا معنويا ونفسانيا، لو كان ما لا سي ان اس اس راه معايا هنايا وتسني معايا. لحقاش لا سي ان اس اس ما تجي تسني مع واحد الشركه حتى تكون محترمه، ماشي القانون، ما اكثر من القانون. وفخور اللي لا سي ان اس اس مضات معنا هذا العقد، هذاك بحد ذاته يساوي بان هذه الشركه هذه راه محترمه ماشي القوانين، ما فوق القوانين. وانا هذا هو الافتخار ديالي، هو هذا الشيء اللي نخلي العمال يهضروا. شفنا الحرقه اللي تكلمتي بها وشكرتي بها السيد العامل العمالة مدينة القنيطرة على المجهودات وعلى كيفاش يعني فيما كطرق الباب ديالو كتلقاه واجد. ماشي هذه ثلاث سنين وانا كنطرق الباب ديالو ثلاث مرات في السيمانه بمشاكل ما عندها ما عندها، كثرت ولا شي نهار هو مل ولا شي نهار قال لي لا، وكنت كان نعطيه قنطار تاع المشاكل هو يعطيني جوج قناطر الحلول. هو ديما وقف معايا وداير عنده الشركه من نهار الاول اللي دخلنا هنايا بغى ينجحها 100%، والحمد لله اليوم ها هو سنه فاتت، ونتمنى بلا المردوديه ديالها والمستوى تاع الخدمه ديالها يكون اكثر واكثر في السنين المقبله.